مسكوه تدريب المقاوير، وهذه فرقة المقاوير هي من الفرق الشرسة اللي فيه خشونة. إن هذا الحاجز صالح للتدريب، فكان أحد المرات الحاجز هذا ارتفاعه حوالي 8 متر، صعد أحد المرات على هذا الحاجز ونزل فيه وعلقت البكرة في نص الحاجز، وحاولنا مساعدته وحاولنا بشتى طرق ما قدرنا الحقيقة. مدرب الدورة الشيخ الشهيد فهد الأحمد، وكان أخوه منصور الأحمد طول الله بعمره من ضمن الدورة، فصعد على الحاجز هذا. لما صعد الشيخ منصور قال له الشيخ فهد أنا أحس أن الحاجز هذا مو مضبوط، لازم تشيكون عليه. أصر أنه ينزل أول واحد من السرية، وكان قصرته بالتدريب هو اللي كان يخرج